واقع إنساني مرير يعيشه الأشخاص ذوي الإعاقة في محافظة عمران جراء العدوان السعودي الغاشم والحصار الجائر المفروض على الشعب اليمني، حيث يفتقرون لأبسط المستلزمات الضرورية. يناشدون العالم بأسره الإسراع في وقف العدوان والنظر إلى معاناتهم وتخفيف آلامهم وأن يعيدوا لهم الأمل المفقود. مآس إنسانية وضرر كبير لحق بحياة المواطنين في محافظة عمران بعدما طاولت المحافظة آلة القتل والتدمير والتشريد السعودي بالعديد من الجرائم والفظاعات، لكن هذه المآساة الإنسانية ألقت بآثارها بصورة أكبر على حياة الأشخاص ذوي الإعاقة. خصوصا في محافظة عمران احنا بأمس الحاجة إلى الدعم الكثير من جميع من المنظمات، من الجمعيات الخيرية، من دول مانحة، من أكثر من جهة تلتفت إلى هذه الشريحة المعاقة اللي تعتبر المهمشة. 9000 ما بين كفيف وأصم ومعاق حركيا في عمران يعيشون واقعا مريرا، وبات الكثير منهم غير قادرين على تأمين لقمة عيشهم أو مواصلة تعليمهم. أن المعاقين يعانون معاناة شديدة جراء العدوان السعودي، حيث حرموا من التعليم والغذاء والدواء والمواصلات، وهناك ما يقارب حوالي 1500 حالة من المعاقين يتعرضون للموت السريري الآن، وذلك بسبب عدم توفر الدواء في ظل العدوان الذي وقف عليهم العلاجات اللازمة. تتفاقم معاناة هؤلاء المعوقين يوما بعد آخر، ظروفهم مؤلمة وأصواتهم لم تعد مسموعة، ومعاناتهم الصحية والاجتماعية لم يعد يلتفت إليها في ظل عدوان ظالم وحصار قاتل جعل من أبسط المستلزمات الضرورية حلما صعبا بعيد المنال. ناشد العالم وناشد المنظمات المجتمع المدني بإيقاف هذا الحرب الهمجية على الشعب اليمني وعلى الذي دمرت كل مكونات الحياة ودمرت يعني البنية التحتية لليمن بشكل عام وتضرر منها المجتمع بشكل عام. وتبقى آمال ذوي الإعاقة مرهونة بتحرك الدول التي كانت تتغنى بحقوق الإنسان لانتشالهم من واقعهم المؤلم وتقديم شيء من الدعم لكي يصلهم ما يبقيهم على قيد الحياة. إن العالم الذي يعجز عن تأمين عكازين أو كرسي هو عالم معوق ويحتاج إلى عكازين أو كرسي متحرك أكثر من ذوي الإعاقة في اليمن. محمد الموهبي، اليمن اليوم، محافظة عمران. اختتمت في مديريتي السود والسودة بمحافظة عمران فعاليات